أهلا بكم. قال مكتب الأمم المتحدة في اليمن إن حوالي 65% من الصيادين فقدوا أعمالهم بسبب الحرب منذ عام 2015. هذا وما يزال القطاع السمكي في اليمن يعاني من صعوبات كثيرة فرضتها نتائج الانقلاب والمواجهات العسكرية في عدة مناطق وصلت آخرها إلى المناطق الساحلية، وأدت بحسب تقارير اقتصادية إلى انخفاض صادرات الأسماك وتحول الآلاف من الصيادين إلى فريسة للبطالة والظروف المعيشية القاسية. نقف أمام هذا الحدث لنناقشه في محورين: كيف تؤثر المواجهات العسكرية في مناطق الساحل على عمل الصيادين، وما مدى تأثير ذلك على مستقبل الثروة السمكية؟ تحديات عديدة تواجه أعمال القطاع السمكي في اليمن تمثلت مؤخرا بالقيود المفروضة على حركة الصيادين واستهداف قوارب الصيد قرب مناطق المواجهات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود وتزايد أنشطة الصيد غير المرخصة والتي تستغل حالة الفراغ وغياب رقابة الجهات الحكومية. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش. هذا هو الساحل الوحيد في محافظة لحج جنوب البلاد، ويقع غرب العاصمة المؤقتة عدن، ومن الجهة الجنوبية الغربية يقع بمحاذاة المضيق الدولي باب المندب. على الامتداد المقابل يربط منطقة رأس العار ببحرها الغني بأجود أنواع الأسماك، حيث تعد من المناطق الرئيسة التي ترفد الأسواق بمحافظتي لحج وعدن بشتى الأسماك، وهي التي ظلت ترفد خزينة الدولة أيضا بملايين الريالات على مدى سنوات. لكن المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية والإيرادية لم تعد كذلك اليوم، حيث يعاني الصيادون هنا ظروفا قاسية أثرت على مستوى اصطيادهم وتوريدهم للأسماك في الأسواق المحلية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها. الدولة لنا ما عاد توردش، يعني التجار يحتقروا لك الصيادين شباك، وثالثا الاصطياد العشوائي في البحر خربوا البحر. لا يقع اللوم هنا على الصيادين لأنهم ليسوا سببا في هذا الارتفاع المتصاعد بأسعار الأسماك، فهم يدفعون ثمن الارتفاع المضاعف لأسعار أدوات الاصطياد وأسعار المشتقات النفطية التي أثرت سلبا على مستوى اصطياد وتوريد الأسماك للأسواق المحلية، عوضا على استمرار التحالف العربي بإطلاق التحذيرات من عدم التواجد في السواحل اليمنية. لن نحصل على أي دعم من السلطة المحلية في المديرة أو السلطة المحلية في المحافظة، وخاصة الصيادين نحن. وسط غياب الدعم من قبل السلطات المحلية في المحافظة وترك القطاع السمكي فريسة لجشع التجار الذين زادوا العبء على الصيادين من خلال رفع أسعار المحركات والمشتقات النفطية، ناهيك عن عدم اكتراث السلطات من خطر الاصطياد العشوائي في البحر لعدم وجود الرقابة الذي أثر سلبا على إنتاج الموارد السمكية. ينضم إلينا من حضرموت سالم السقطري رئيس جمعية ساحل حضرموت للعباري. مرحبا بك سيد سالم. حياك الله. أهلا بك سيد سالم. يعني بداية لو تضعنا في صورة أوضاع الصيد والصيادين في محافظة حضرموت. أوضاع الصيادين في محافظة حضرموت أوضاع يعني غير مشجعة، وأوضاع يعني بالنسبة للمعدات وبالنسبة للاصطياد. نعم. والصياد يعني يعاني الفترة، كل الفترات يعاني من القلق، قلق الوسائل، وسائل الاصطياد أولا. نعم. وثانيا يعاني من المحروقات، قلق المحروقات ووسائل الأسماك، وأخيرا يعني بقت البحر على الامتداد الشريط الساحلي محافظة حضرموت والمهرة، يعني بقت البحر يعني خالية من الأسماك نتيجة الجرف العشوائي والعبث في البحر وعدم الرقابة على البحر. وأيضا إذا وفر الصياد شيء من الأسماك، أيضا السوق الأسعار متدنية مثل أسعار الصيد التونة التمت. نعم. لأن التمد هذا يعني يتعلب في المصانع، يتعلب ومحدود سعره في 3 مصانع. نحن عندنا هنا في حضرموت محدود الأسعار حقه في 3 مصانع، وممكن هذه المصانع
تتفق وقد اتفقت أيضا لا نخفيكم يتفقوا ويطرحوا لنا الكيلو الواحد يعني 300 أو 400 ريال. وعندما تقارن هذه الكمية وتقارنها بالاستهلاكات وبالسراكيل والمصروفات حتى لو جابت العبري 10 طن أو 8 طن من التمر يعني ما تسدد قيمة المصروفات. نعم، إذن يعني تكلفة الحصول عليه كبيرة بينما عملية البيع بشكل منخفض أكثر من مقارنة بالكلفة. يعني هل تلمسون من قبل الجهات الحكومية أو الجهات المعنية يعني تفاعل أو تجاوب في حل مشاكل الصيادين؟ لا 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 لا، لم نلمس من أي جهة أي تفاعل ولا نلمس من أي جهة أي اهتمام بشريحة الصيادين. لم نلمسها لا قبل الأوضاع المرتهبة حاليا ولا يعني قبل الأوضاع المرتهبة. يعني يقول الصياد دخل معركة يعني لأجل لقمة العيش، ومن أجل الصياد الشريحة الوحيدة التي تلقى إلى البحر. والبحر يعني الحمد لله البحر يعني ثروة، ولكن يجب أن تكون هذه الثروة يعني يكون الحفاظ عليها أولا من الدولة، ويكون الحفاظ عليها أيضا حتى في العرض والطلب. نعم. ويكون أيضا على اليابسة المصانع اللي تشجع هذا الصياد. نعم، سأعود لأكمل معك سيد المصانع. نعم سيد سالم المصانع. نعم سنتوقف هنا وأعود لأكمل معك، لكن سأذهب الآن للترحيب بوزير الثروة السمكية فهد كيفاين. معالي الوزير، مرحبا بك. مرحبا، أهلا معالي الوزير. يعني 65% من العاملين في القطاع السمكي فقدوا وظائفهم ومصادر رزقهم نتيجة تداعيات الحرب بحسب الأمم المتحدة، كيف تنظر الحكومة إلى هذه الإحصائية؟ أولا كلنا مدركين تبعات الأحداث التي عاشتها بلادنا والتي كان سببها الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي وصالح على الحكومة الشرعية وما ترتب عليها بعد ذلك من المواجهات والتي كان ضحيتها الشعب اليمني بكل شرائحه، وكان لشرائح شريحة الصيادين نصيب أكبر في الحقيقة من التأثير باعتبارهم في مناطق التماس وخاصة السواحل وخاصة السواحل الغربية الحديدة والبحر الأحمر بشكل عام. نعم. لكن أنا أعتقد أنه التقرير ربما هذه النسبة التي رفعتها الأمم المتحدة ليست دقيقة، ولكن بشكل عام هناك معاناة يعيشها الصياد من خلال دخول مناطق الاصطياد في مساحات المواجهة والاحتراب بين الميليشيات من جهة وبين التحالف والجيش الوطني من جهة أخرى. نعم معالي الوزير، أيضا السيد سالم السقطري رئيس جمعية ساحل حضرموت هو تحدث عن بعض المعاناة التي يواجهها الصياد في حضرموت، و لربما حضرموت يعني وضع الصيادين هناك أهون بكثير من محافظات أخرى كالحديدة وغيرها. هو تحدث عن وجود عمليات جرف للأسماك من قبل بعض الشركات بحيث أنه الصياد صارت نسبة الأسماك قليلة جدا على مناطق الاصطياد الخاصة بالصيادين، إضافة إلى أن هناك يعني غلاء في مسألة تأمين المواد التي تساعد على الاصطياد ومن ثم البيع بأسعار رخيصة. يعني أين يكون الدور الحكومي في مثل هذه المشاكل؟ الدور الحكومي حاضر بقوة في الحقيقة في المناطق المحررة خاصة في لحج وعدن وشبوة وأبين وحضرموت والمهرة وسقطرة. أنا كنت تحديدا قبل 10 أيام في حضرموت وكنت هناك لمدة شهرين في بين المكلة وبين عدن، وكان لي الكثير من اللقاءات مع قيادة الشرطة المحلية في هذه المحافظات وأيضا
الاتحاد السمكي والجمعيات السمكية، وأيضا مع الأشقاء التواصل مع الأشقاء في التحالف، واستطعنا بأن نحجم المساحة الممنوعة أمنيا من دخول الصيادين للأصطياد، وباشرنا وجهنا في حضرموت وفي المهرة بإصدار بطائق ترخيص لتمييز الصياد ومزاولة أنشطة الأصطياد عن بقية الأنشطة في البحر، لأن كان هناك خلط كبير في الحقيقة بين العمليات العسكرية وبين عمليات التهريب أيضا وبين الأصطياد، بينما الصيادين هم أناس شرفاء يقومون بالبحث عن لقمة عيشهم بواسطة الأصطياد، ويرصدون الناتج المحلي والاحتياج المحلي بقيمة غذائية كبيرة. وبالتالي نحن في صدد تجاوز هذه الإشكالية وهذا الخلط، خاصة في منطقة شبوة وحضرموت وسقطرة والمهرة، من خلال إصدار بطائق خاصة بالصيادين ومرقمة تميزهم عن غيرهم ممن يمارسون الأنشطة في البحر. عملية الجرس الحكومة ترسق مع التحالف لحماية المياه. هو إذا ما تحدثنا معالي الوزير عن المناطق الغير من نعم معالي الوزير المناطق التي تشهد مواجهات عسكرية القيادة الغير قانوني. نعم اسمح لي أكمل الفكرة. تفضل. الحكومة من خلال التنسيق مع الأشقاء في التحالف إلى الآن ضبطنا أكثر من 43 سفينة، أغلبها سفن إيرانية، وسفينتين مصريتين تمارس الاصطياد الغير مرخص، وتم التعامل معها والتحقيق مع من عليها واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الصدد. وآخر أسبوع معنا سفينة مخالفة هي الآن في رصف الأسماك في المكلا، والليلة شكلنا لجنة برئاسة وكيل قطاع الإنتاج للتحقيق في مع هذه السفينة واتخاذ الإجراءات القانونية فيها. الحكومة تقوم بواجبها وفق ما يتاح لها من إمكانيات، لكن تركة الحرب تركة ثقيلة، ومستوى أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية منصرف إلى حد كبير في مواجهة ميليشيا الإنقلاب وفي مواجهة قوى التخريب بشكل عام. لكن أستطيع أن أقول أن القطاع السمكي في المناطق المحررة هو في صدد التعافي بشكل عام، ونزلت المشكلة في الحقيقة تكمن في المناطق الغير محررة وخاصة سواحل تهامة. حول هذه النقطة معالي الوزير، المناطق التي ليست محررة، المناطق التي ليست محررة كيف تتعامل الحكومة مع وضع الصيادين في هذه المناطق؟ نعاني من مشكلة، نعاني كثيرا في الحقيقة في عملية التواصل مع الصيادين ومع منظمات المجتمع المحلي العاملة في القطاع السمكي في هذه المناطق الغير محررة. ونؤكد أن الصيادين يتعرضون لابتزاز كبير وضغط عليهم من قبل الميليشيا حتى لإدخالهم في أنشطة خارجة عن 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 مجال الاصطياد، وبالتالي تعرضهم للمسائل القانونية أحيانا، وإدخالهم في مناطق ذات طابع صراع أو مناطق المواجهات، وقد فقدنا الكثير من الصيادين بين شهداء وجرحى ونازحين. أيضا نعاني من مشكلة الصيادين الذين هم محتفظين في إريتريا، وقبل شهر استطعنا بأن نستقبل أكثر من 150 صياد تم إيواءهم وإرجاعهم إلى مناطقهم. لكن المشكلة الرئيسية في عدم حصولنا إلى الآن على الإحصائية الكاملة للصيادين الذين لا يزالوا محتجزين. لاحظ أننا إلى الآن نعاني مشكلة حتى في الحصول على الكشوفات المرتبات لمنتسبي القطاع السمكي في المناطق الغير محررة. أخيرا حصلنا عليها، ونحن الآن في صدد يعني الانتهاء من تسليم مرتبات ديوان الوزارة في 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 منتسبي ديوان الوزارة الذين لا يزالون في صنعاء، وكذلك منتسبي الوزارة المتواجدين في هيئة البحر الأحمر وخاصة في الحديدة. الحكومة تقوم بواجبها في الحقيقة بالتنسيق مع لجنة الإغاثة، بالتنسيق مع الأشقاء المانعين، لكن أؤكد أن هناك قصور، وأن هناك في الحقيقة أحيانا نحن في الوزارة نخفف في الوصول للكثير من الصيادين، وفي الوصول إلينا معاناتهم نتيجة تعطل ميليشيا الحوثي وصالح، ونتيجة حجبها للمعلومات وعدم تعاملها مع
المنظمات ومنظمة الإغاثة والمنظمات الدولية، حتى التقارير التي تصدر، أنا أتحدث عن دقة التقارير لا لقصور هذه المنظمات ولكن لعدم تمكينها من العمل بشكل دقيق حتى حتى نحصل على تقارير دقيقة في هذا الجانب، مؤكد أننا سنتحمل مسؤوليتنا وفق ما يتاح لنا تجاه منتسبي القطاع السمكي في كل مكان. نعم جيد مع الوزير مسألة أنكم حصلتم على كشوفات المرتبات وأنه سيتم في القريب هذا صرف هذه المرتبات، هذا ما سيساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الصيادين، ولكن بسؤال أخير معالي الوزير، يعني إذا ما تحدثنا عن الخطط المستقبلية لوزارة الثروة السمكية من أجل تحسين وضع العاملين في القطاع السمكي، يعني ما مدى جدوى ذلك وهل سنرى يعني خطط في هذا الإطار على المدى القريب؟ نعم نحن أمامنا أمرين، الأمر الأول هي مجموعة من الإجراءات التي الآن تنتهزها الوزارة بوفق الإمكانيات المتاحة، وهناك خطط. الإجراءات السريعة هي معالجة أثر الحرب على القطاع السمكي بشكل عام وخاصة على الصيادين ومنتسبي القطاع. نتعامل أول شيء للاستجابة لمعاناة البشر وانتشالهم من الواقع الأليم الذي سببته الحرب في الحقيقة. أؤكد لك لدينا شهداء من الصيادين ومن منتسبي القطاع السمكي ولدينا جرحى ونازحين. نحن اليوم يهمنا بشكل رئيسي كيف تتعافى هذه الشريحة وتعود إلى وضعها الطبيعي في مزاولة مهنتها بصورة آمنة وإيجاد صوت يتسم بمستوى مقبول من التعامل الاقتصادي. أما الخطط بشكل بصورة عامة عندما نأتي إليها وتحسنت الأوضاع، عندنا خطط تتعلق بالمحافظة على المخزون السمكي ودراسته أولا ومعرفة مستوى هذا المخزون وتخفيف الضغط على المخزون السمكي من خلال تشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي. ونؤكد أن اليمن بيئة مناسبة جدا لمثل هذا النشاط، وندعو المستثمرين للبداية في العمل في هذا المجال في المناطق المحررة، ونؤكد على التشجيع والتسهيل الكامل في هذا المجال. أيضا نسعى بصورة حديثة إلى إصلاح المنشآت السمكية خاصة مراكز الإنزال ومصانع الثلج المعامل المتعلقة بالقطاع السمكي لإصلاحها وإعادة إعمارها حتى تقوم بواجبها بصورة كافية. طبعا الأمر فيه صعوبة نتيجة قلة الإمكانيات، ولكن نعمل بأن نجد ولو نسبة معقولة من الإمكانيات المادية للشروح في هذا العمل. القطاع السمكي قطاع واعد وينبغي بأن يدار بصورة غير تقليدية حتى يعود إلى وضعه الطبيعي الذي كان يشغله في الماضي، والذي كان يشغل نسبة كبيرة من 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 عملية رفض الدولة بالإيرادات. نعم معالي الوزير، فقط نقطة أخيرة، يعني هناك 75 صياد في منطقة الخوخة فقدوا قواربهم بسبب غارات خاطئة للتحالف العربي، هل من توجه لتعويض هؤلاء الصيادين؟ نعم الصيادين الذين فرضوا قواربهم نتيجة الحرب سيتم تعويضهم مثل من فقدوا قواربهم نتيجة الأعاصير في المناطق الشرقية والجنوبية. المشكلة الرئيسية في تأخرنا في تعويض هؤلاء هو عدم تمكننا في الوصول، وحتى المنظمة العاملة، نحن نستمع الفاو، منظمة الفاو من المنظمات الفاعلة جدا، فنود أن نشكرهم من على قناتكم لأنها منظمة فاعلة استطاعت بأن تعمل في بيئة صعبة جدا وتعاونت معنا في الكثير من المجالات. نؤكد تعويض هؤلاء الصيادين بتحمل مسؤوليتنا في هذا الجانب، وما أخر هذا الإجراء هو عدم قدرتنا إلى الوصول للمسح أولا ولاستكمال إجراءات دراسة الأعداد ومستوى الأضرار وحتى وصول عملية المنظمات ووصول المواد المعوض بها إلى هذه المناطق. لكن أؤكد أن هذه التواعد إن شاء الله ستشهد تواجد للدولة وتشهد أيضا تعويض لهؤلاء الصيادين. نعم
إذن أشكرك جزيلا وزير الثروة السمكية فهد كفاين، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي الآخر سالم السقطري رئيس جمعية ساحل حضرموت للعباري. سيد سالم، يعني ما هي وجهة نظركم أو أهم المطالب التي تعتقد أنها يمكن أن تساهم في تطوير حركة الصيد وأيضا تعمل على التخفيف من معاناة الصيادين؟ المطالب واضحة يعني لدى الصياد. أولا قبل كل شيء الصياد ابتداء من بداية القرصنة، من بداية القرصنة ابدأ لك من بداية القرصنة أن الصياد يعني لم يتعوض، يعني القراصنة يعني استولى على المعدات، استولى على الصيد، استولى على العباري. في بعض العباري يعني شلوها من مناطق يمنية، من مناطق يمنية مش من أرض البحر، يعني من داخل المرسى. الصياد بقول القراصنة دخلوا إلى داخل المنطقة، يعني استوت معنا حالة في سقطها فعبري اسمها القاسم كانت تستلم في رأس مومي، ودخلوا القراصنة وشلوها من داخل الموقع قبل الحروب هذا وقبل هذه المشاكل كلها. وعبري آخر شلوه من داخل سمحة اسمه السعيد، يعني القراصنة استطاعوا أن يدخلوا داخل اليمن والدولة، يعني العساكر وين والأمن وين والاحتراس على ملكية الآخرين وين، يعني لم نلمس أي شيء. وفي هذه الحالة لم يتعوضون هذا الناس، لم يتعوضون يعني من ذيك الفترة إلى اليوم هذا. وحاليا نحن حاليا الصيد اللي الصيادين اللي بيشتغلون لا نخفي عليكم، يعني نعم. أنتم مننا وفينا، القنوات هي إعلام يعني تبلغ مشاكل والصيادين. يعني أكثر الصياد الآن اليمني يروح للصومال يدفع 2500 دولار خلال 40 يوم من أجل أن يصطاد، مع غلاء الدولار هذا يعني يمكن يصير المبلغ قريب مليون. نعم. إذن ويصطاد لمدة 45 يوم. نعم. يعني يمكن يروح رحلة أو رحلتين، وعندما يجي هنا يحصل الأسواق مبهدلة، يحصل عدم التنسيق، يحصل البهدلة من كل جانب، إضافة إلى الغلاء الوسائل والمعدات والبترول والمحروقات والثلج والبحارة ومتطلبات الوسائل الصيد. يعني الصياد يعني تعب جدا ولم يلمس أي اهتمام من الدولة، لا قبل الأوضاع ولا بعد الأوضاع ولا في خلال الأوضاع على هذا المشاكل. يعني الصياد دائما يعاني ولم يلمس أي إنقاذ، لم يحس بأي إنقاذ. نعم. إذن سيد سالم، المشاكل كثيرة وأنت أوضحت لنا الكثير، ونتمنى أن تكون الجهات المعنية قد استمعت إلى مناشداتكم، وأشكرك جزيل الشكر سالم السقطري، كنت معنا من حضرموت رئيس جمعية ساحل حضرموت للعباري. سينضم إلينا الآن من صنعاء رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل السيد سعيد عبد المؤمن. سيد سعيد مرحبا بك. سيد سعيد هل تسمعني؟ إذن يبدو أن الاتصال بسيد سعيد ليس جاهزا. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر، أشكر جميع ضيوفي، كان معي عبر الهاتف معالي وزير الثروة السمكية سيد فهد كفاين، وأيضا الشكر لسالم السقطري رئيس جمعية ساحل حضرموت للعباري كان معنا من حضرموت. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.